سؤال. سؤال مهم والله يا اخواننا. الاخوة يسألوا عن التجارة الالكترونية. انا والله خايف من الزواج الالكتروني والطلاق الالكتروني والمعيشة الالكتروني. اقعدوا دقيقة واحدة بطريقة السرعة الالكترونية هجاوب في نصف دقيقة. دقيقة واحدة. في ناس تبيع وتشتري على شبكة الانترنت. طالما ان البضاعة واضحة المعالم. البضاعة واضحة. والمسألة يقينية وليست خيالية. والسعر موجود او عليه مزاد واضح. وليست هناك فرق من خلف الستار تلعب في الاسعار. وكأنه سوق حقيقي. فاستطيع ان اشتري وانا هنا من البرازيل. واستطيع ان ابيع وانا هنا الى جنوب امريكا. واستطيع ان يعني ابيع واشتري وانا في اخر اقصى بلاد الارض. ولكن حذاري من ان يكون في الامر في تلاعب من هيئات معينة او طرق معينة او شركات مؤسسات معينة. طالما ان المبيع واضح، العين واضحة اللي اشتريها، الامور واضحة تماما، ثبت صدق هؤلاء الشركات، هذا بيع يجوز بيعا وشراء طالما الصدق موجود فيه. وفي ناس شركات تعمل تقول لك لو جبت لي زبون زيادة او لك نسبة. هذا من باب تشجيع الناس على البيع والشراء. هذه ايضا مباحة طالما في هذا الاطار الشرعي. اللهم اجعل اموالنا وتجارتنا حلال في حلال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.